يعني نماذج الأمهات المصريات المشرفات الملهمات ما بتخلصش. احنا دلوقتي معانا على التليفون السيدة وحيدة الديدموني، الأم المثالية على مستوى الجمهورية. صباح الخير عليك يا أستاذة، وكل سنة وحضرتك طيبة، ومبروك، ألف مبروك التكريم. يعني مسألة الفوز بالأم المثالية على مستوى الجمهورية يعني أكيد فرحة كبيرة جدا ومشوار كبير من الكفاح، عايزين نسمعه من حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. أنا مدام وحيدة ديدموني إبراهيم من قرية مهدية، مركزية شرقية، وبعمل في عضو متابعة في إدارة المتابعة وتقييم الأداء بمديرية التربية والتعليم بالشرقية. وطبعا الحياة كلها يعني قسوة، والحمد لله عشناها ومرت بينا وربنا سبحانه وتعالى عنا عليها. يعني توفى زوجي بعد ما كنت طبعا عندي مسؤوليه اخواتي، توفى زوجي وترك لي 3 أبناء. الكبير كان يبلغ من العمر 6 سنوات، ما كملش 6 سنوات، والابنه الوسطى 3، والبنت الوسطى 3 سنين، والابنه الصغيره عندها 1 سنة و2 شهر. مسؤوليه كبيره طبعا انك تكوني الام والاب في السن زي ده. ربنا يبارك في حضرتك، فربنا سبحانه وتعالى اعنى عليها، ووصل الابن الكبير اخذ بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، والابنة الوسطى بكالوريوس طب بشري، وهي تعمل دلوقتي مع مدير الإدارة الصحية مساعد الإدارة الصحية بهية، والابنة الصغرى معاها بكالوريوس تربية جامعة الأزهر. ربنا يبارك فيهم ما شاء الله، وربنا عنا وطبعا وجوزناهم، ولي أحفاد الحمد لله. يعني حضرتك يسعد قلبك بيهم يا رب، اللهم امين. حضرتك مش بس يعني ام مثاليه ربت وكافحت علشان خاطر تعلم ولادها، لا انت كمان مربيه اجيال، يعني كونك بتعملي في وزاره التربيه والتعليم. لكن عاوز اعرف ازاي قدرتي ان انت تربي ولادك وتكوني ام مثاليه ليهم في حقيقه الامر، وتجمعي ما بين الشغل في ظل مصاعب الحياه، وكان في معاش بنتكلم في 110 جنيه تقريبا لما زحت. معاشي 110، ربنا سبحانه وتعالى بارك لي فيه، وانا كنت بحفظ قران للاطفال الصغيرين في القريه. طبعا كنت برضه عملت بالتشجير في بدايه العمر خالص، اشتغلت قبل ما اشتغل في التربيه والتعليم كنت بشتغل في الخياطه، والحمد لله رب العالمين ربنا يبارك لي فيه في الرزق، والحمد لله عنا والحمد لله، يعني بقول لله سبحانه وتعالى ورعايته لينا، ربنا يعني على تربيتهم وتعليمهم وجوازهم. اكيد وسط الرحله دي كلها كان لنا مأوى على فكره، ما كناش بيت، كان المرحوم سيبنا من غير بيت. قعدت في بيتي سنه من غير باب ولا شباك باطفال صغيرين، والحمد لله. لسه كنت بقول لحضرتك انها رحله صعبه وفيها مشقه، واكيد فيها محطات كانت يمكن محبطه بعض الشيء، لكن انت تغلبتي على كل ده ما شاء الله، ووصلتي باولادك لبر الامان، ويعني كل حد فيهم نموذج مشرف، واكيد هم فخورين بيكي جدا وبكل اللي انت عملتيه علشانهم. وسط الرحله دي اصعب المواقف اللي عدت عليكي؟ اصعب الموقف اللي عدت عليا طبعا لما العيل من ولادي، حد من ولادي يتعب مثلا في فتره متاخره من الليل، وانت والواحد وحيد مش عارف يعمل ايه. ساعتها كنت ببكي لله سبحانه وتعالى، وكان بيقف جنبي ويساعدني لعند ما النهار يطلع، وربي سبحانه وتعالى يشفي عيلي لما اروح للدكتور. يعني ده كان اصعب المواقف اللي مريت بيها، اصعب مواقف لما يكون عيلي في ثانويه مثلا كده، وكن ال 110 دي مش مكفيه، ربنا سبحانه وتعالى برضو كان بيدبرها، والحمد لله كان رعيني في ولادي يعني. الحمد لله طبعا، الحمد لله. بتمنى ان الاول الشكر والعرفان بالجميل لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مختارني هو وحرمه، الشكر ليهم، وربنا يا رب تعيش مصر في امن وامان وسلام في وجود فخامته، ويحمي شعبه ويحمي جنوده ويحمي جيشه. وبشكر الوزيره الغاليه الحبيبه الوزيره الدكتوره نيفين الكباش، وبشكر كل من ساعدني من اول مدير مين اللي قدم لك في المسابقه في مهديه الى ما وصل الامر الى ذلك. استاذه وحيده، مين اللي قدم لك في المسابقه؟ اللي قدم لي في مسابقه شؤون اجتماعيه في مهديه،
وكنت متخيله طيب انك ممكن تكسبي الام المثاليه على مستوى الجمهوريه؟ وانت اتكرمتي السنه اللي فاتت ام مثاليه من قبل مديريه التربيه والتعليم، اتكرمتي من قبل وكيل اول الوزاره الاستاذ عبد الحميد، استاذ رمضان عبد الحميد كرمني ام مثاليه على مستوى المديريه، واتكرمتي من معالي الوزير الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرعيه عن طريق الشباب الرياضه ام مثاليه. مستحقه طبعا، فقال لي تعالي قدمي لعل الله سبحانه وتعالى يكرمك. فأنا قدمت وربنا سبحانه وتعالى وقفوا جنبي والفضل لله سبحانه وتعالى، ثم لفخامة الرئيس وبعديه بقى وزارة التضامن يعني وكل من يليهم. أكيد زي ما حضرتك ذكرتي وقلتي كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة أيضا انتصار السيسي قرينة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكريم يعني صادف أهله زي ما بيقولوا، لأن حضرتك تستحقي كل الشكر والتقدير عرفانا بالمجهودات اللي عملتيها علشان تربي ولادك وتكوني أم مثالية. بالفعل بنشكر حضرتك السيدة وحيدة الديدموني الأم المثالية على مستوى الجمهورية.